عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. اش أبي هريرة رازبنا خدل سربت قوت بصيار اش پیغمبري صلاوين خدل سربن هاتا كرن كل دف خده اب قدر تره قوت يه پتر جيب ترسيد قوت ام پسیارا وشت ناکین گود با یوسف پیغمبر خودی کره پیغمبر خودی کره پیغمبر خودی کره خوشتوی خودی گودن ام پسیارا وشت ناکین گود هین پسیارا اصل عرب مشمت کن باشو بجاره اتوان ات جاهلیت دا باشو بجاره نه ات اسلامتی دا هکت اسلام دا شارزاب بنو فرمانت إسلامي بزانن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. إش أبي سعيد خضري رازيبونا خديل سربد إش پیغمبري صلاوين خديل سربن قود دنيا يا شرينو ترى و خدي دي هوا تداكت باش هاتيت بريت هوا دا بري خوب دتي كاهين دي چكار كن خيران يان گنهان ویجا خوب پارزنو هشیار بن دنیا هوا سردانه بد و جن هوا سردانه بن اپراستی امتحانا ایکی یا اسرائیلیان اد جنان دابو. عن ابن مسعود رضی الله عنه ان النبی صلی الله علیه وسلم كان يقول: اللهم انی اسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رواه مسلم. اش ابن مسعودي رازيبونا خديل سربت پیغمبري صلاوين خديل سربن ادگود يا خدي از داخازا راستريو تقواو پارزگاريو دهمن پاقجيو بمنتيو زنگينيه اشتدكم.